إليكم وصفة اليوم، بسمة صغيرة على الصبح مع رشة حيوية، نخلطهم سوا بدون بهارات ومنحطهم على نار قوية. موضوع الحلقة مرتبط مباشرة بالأكل، والأكل مش بس غذاء كالوريز وحسابات، لكن هو أيضا الجمعة والمشاركة. انطلقت البوسطة بجولتها على المناطق اللبنانية لتختار مشتركين وطباخين أو بيشتغلوا بالأكل. وأول محطة نحن بحي السلوى. حدا من الشباب صوته حلو شغله؟ انت اف 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 بلش الحلقة بقوة. مبين اول دخوله شمع عطوله. سمعنا شيء على الكاميرا، واذا صوتك شغله بدي اخذك معي. حبيبي حبيبي بدك تكون الناس، كونهم تكاوين في فترة راسي تكاوين تكاوين تكاوين. من النحلة ها؟ من النحلة؟ صباح الخير. انت؟ يا انت حميد. حميد برنامجنا على الجديد، صوتك شغله حبيب قلبي، وانا حبيت وقصدت فوت على هالمنطقة الحلوة حي السلم اللي انا بفتخر فيها وبكل كل ناس هوني، لانه اهل الكرم والضيافة واهل القضية. حدا بده يتروع شيء من الشباب؟ من وصلته ما عد امير لثلاثة، بلش فورا بتحضير منقوشته بدون اذن ولا دستور، وفحص الصوت بينطر، الجوع لا. اذا طلع صوتك شغله رح اخذك معي على استديو، وبالاستديو منافسه قويه. اول لك الدنيا بعيني امية، وانت بعيني ابدا فولو. استفتحنا بأول مشترك بحي السلم، وهالمشترك شعبيته وجمهوره منه وفيه. سلم مريولو ومباشرة على البوسطة. أول مشترك صار معنا بالبوسطة، أمنا عليه مثل ما قلت لكم إنه الحلقة بلشي نار. تركنا حي السلم باتجاه المشرفية بالشياح، ولاختصار الوقت دلونا على شاب قالوا عنه صوته شغلة ببيع رانيس درا. وصلت البوسطة على نقطة البيع. أيوة أيوة وصلنا. كيفك؟ شو أخبارك؟ شو اسمك؟ وين الفول؟ على الطريق قلنا أمير مروق، بس أمير ما بيحب إلا ما يدوق. أخبرونا صوتك شغلة وفولاتك شغلة وقرانيسنا شغلة. أخبرني ربك أنت طيب جاهز؟ روح. فو 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 يا باي هو ما فينا عالحقيقة نزيد ونضيف، أمير يسبق ضيفنا بينحسي. سلمون. لا جاهز؟ يلا شوفوا مجد معي على البوسطة. ألف صحتين أمير. ذوقهم. ها أنا بهالعين الجهلة ضحكتك وانت تنزل وقالتك أهلا وسهلا. يسعد صباحك. نحن قاطعين بالصدفة. أهلا وسهلا. برنامجنا اسمه صوتك شغلة. طلعت على الأرض. أول شيء أنت حلوة. شغلتك حلوين. وصباحك حلو. صباحك أحلى. بدها يكون صوتك حلو. يا حبيبي. وشغلت. طلع هيك مرتك سامعين شيء. ميجانا يا ميجانا ويا ميجانا. أيوة. حبوا علينا بس حبوا مثلنا. الله. وين ما مشي استقبال، وكيف ما برم في صوت ناطره، لكن إذا مش دغري عم نلاقي المطلوب. صرنا اكلين ومروعين كذا مرة. واو. برأيكم بعتينا نمشي؟ أكيد فينا ونهار بأول. وين صاحب السيارة؟ اركضوا. انت بتغني؟ صوتك مش شغلي مش حلو؟ لا. انت صوتك حلو؟ حزن عاطل. بوزور. شو اخبارك؟ بدنا وحدة صوتك شغلي مع شوية حظ. في ناس رحبوا بكاميرا صوتك شغلي. يا صباح الورد والعنبر ما
ما شو هاي فيها فيديو كمان and just a gigolo everywhere I go people know the part I'm playing every dance ليك صوتك حلو؟ لا مش احنا الله معه كملت البوصة باتجاه جديد فجأة برمت فكرة براس أمير وقرر ياخد الرضا من نقابة الفنانين والنقيبين الحالي والسابق إحسان صادق وزوجته سميرة بارودي بتعرف حالك انك يعني من الاعضاء المحببين لقلب هالنقابة وكل اعضائها شو هالصدفة الحلوة شو هالصبعة الحلوة اول عمر كل شباب صغير خيو خيو للعملاق وديع الصافي سيادة العميد إليا فرانسيس إليا فرانسيس حبيت اجي اتبارك لهالنقابة يلي انا في يقول شوف حالي بنقابتي بلبنان رغم الصعوبات اللي عم بتتعرضوا لها اخوتنا كمان يسعد صباحك سيدي الله, الله معك استاذ امير شكرا شكرا لك الله معك والشباب شكرا شكرا حياه الفنان شغل وركض متواصل اضطر امير يعمل ضربه رتوش باستوديو لاغنيته الجديده حارب عدوك دمي وهزه ومسح ارض لبنان كلها فيه كل اللي بده يشد عن جده وفورا عالبوسطة لكن لحظة وين صافي ومعوكر عالسرعة كانت البوسطة مشي ببلاها بسرعة وبدون اي تأخير مازن ناطرنا حلو الصوتان مين مازن المزال القلب عم يخطئ مساكن قال يا بيت بعهدك حيك مساكي يا مشاهدينا باخدوا معي باخدوا معي باخدوا معي من مازن لست بيت معروفة بالحي بكرامة وضيافتها وأكلها الطيب ما قلناكم ست بيت خلينا نتعرف عليها وعلى خفة ظلها ومهما عندك توسج وعن الجمرة ما تشيل عالبوسطة لكن لحظة هالحي بالزيت بيعني كتير لأمير هون درس وكون أصحاب وذكريات من لحظة وصوله بلش يسترجع شريط الصور تذكر طفولته والدرجة اللي انبرس بابيته عليه طلوع ونزول يلا نعمر يا أصحابي بيوت صغيري بوطننا بكرة مصبر يا أصحابي وكل الدنيا تكبر معنا هيدا الصف تبعي يو بونجور هيدا الصف تبعي يا الله يا الله فات أمير على صفه وتذكر نفس الكرسي والطاولة هاي كرسي حرف يعني لو بالقصدة حرف البيه ودع أمير مدرسته وصار واصل فاستعدوا للقاء الشفية والشفية بدهم يطفوا الفرن ويولعوا المسرح